بشرى من الدار البيضاء. الو، على السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سناء مبروك عيدك، تعيد بالصحه والهنا واخا داز مصبق. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف يا ربي امين. اللي شاركت معك. ايه مرحبا. ان شاء الله اليوم بغيت نقدم لكم واحد الطارت ديال المونغ. ايه واخا. هذا الطارت هذه كيجي لذيذ بزاف، هما كيجيو على شكل انديفيديوال ولكن ممكن تعملوهم كبار. يعني اما طرطه كبيره اما فرديين. واخا. اللي بغيتو حتى المونغ راه عندكم الاختيار، تختاروا اي فاكهه اللي بغيتو. واخا. غادي نبداو اول حاجه بصابلي بغوطون. هذا الصابلي هذا كيجي لذيذ بحال نقولوا صابلي بيسكوي، يعني كناكلوه باليد. ايه. بالنسبه للمقادير عندنا 125 غرام ديال الزبده. الزبده كتكون النوع الجيد. عندنا 120 غرام ديال السكر كلاسي، جوج اصفار البيض، 200 غرام ديال الدقيق، وواحد الخميره ديال الحلوه. بالنسبه للطريقه كناخذوا المقادير ديالنا اللي هي الزبده مع السكر كلاسي مع الدقيق والخميره، وكنخلطوهم مزيان حتى كنحصلوا على عجين مرمل. في الاخر اخر حاجه كنضيفوا البيض وكنعجنوها حتى كنحصلوا على عجينه كتكون رطبه. هاد العجينه هادي اساسيه لانها راه ما كتطلقش، يعني كتجي مجموعه، يعني غادي نخدموها غير بيدنا، يعني اذا بغينا ندلكوها ولا شي حاجه راه ما كتطلقش. صافي، من بعد كنلويوها وكنخليوها ترتاح 30 دقيقه اللي هي نصف ساعه. من بعد كناخذوا المول ديالنا، كيكونوا ديك لي سيركل مدورين ولا كاينين، هما كيجيو في الشكل دابا نصرد لك الصوره ديالها، كيجيو على شكل ديك مستطيل بحال اس، كيجيو مايلين شي شويه. كناخذوا ديك العجينه ديالنا كنطلقوها غير بيدنا، كنعملوا بحال قاعده، ما كنطلعوا لا جنب لا والو، كنعملوها النص ديال المول ديالنا. فهمتي كيفاش؟ كدير غير قاعده فقط. كتجي النص معمره صافي. من بعد كندخلوها للفرن، راه ما كنطلعوا لا جنب لا والو، هي ملي كتدخلنا الفرن كتنتفخ بوحديتها. واخا صافي، ملي كنشوفوها انتفخت من بعد هي ما كتحتاجش تطيب بزاف ياك. لا لا، دغيا كتطيب، كتحمر شي شويه، ما تجيش بيضه، تتحمر هي ديجا مع فيها الخميره راه كتنفخ. ملي كتنفخ ملي كنجبدوها راه كتهبط بوحدها وكدير ديك الحاشيه اللي عليها كنهضروا. صافي، دابا غادي ندوزو وكنخليوها ابا، غادي ندوزو باش نحضروا المونغ الموس ديال المونغ ديالنا. واخا. بالنسبه للبوري ديال المونغ كنحتاجو 125 غرام ديال البوري ديال المونغ. راه كيتباع عند محلات ديال الحلويات، اللي ما متوفرش عنده راه غادي ياخذ المونغ ولا ياخذ اي فاكهه، راه ممكن ناخذو فخاز، ممكن ناخذو العصير ديال الحامض، اي فاكهه ولا اللي كان. ها كنطحنوها صافي، من بعد نصفوها كناخذو ديك العصير ديالها. مع ملي كناخذو 125 غرام ديال البوري ديال الفاكهه اللي بغيتو، زائد 3 ديال اصفار البيض، 160 غرام ديال سنيده، وعندنا 4 ديال اوراق ديال الجيلاتين، و120 غرام ديال لاكريم فريش. اول حاجه كناخذو ديك البوري ديالنا ديال الفواكه اللي هضرنا عليهم. كنعملوه في كسرونه مع كيغلي بوحديتو، الطار كيغلي. في اناء اخر كناخذو اصفار البيض مع سنيده وكنحركوه مزيان. ملي كنشوفوا بان ديك البوري ديالنا بدا يطلع، غادي نجيبو غادي نضيفوه على ديك اصفر البيض اللي ضفناه مع سنيده. في الاول غادي نضيفو غير شويه، ما نضيفوش كونتيتي كامله لان عندنا البيض، والبيض اذا ضفنا ديك السخانه راه غادي تطيب. في الاول غادي نضيفو شويه بشويه وحنا كنحركو، تنشوفو بان الحراره تعدلت ديال البوري ديالنا، غادي نضيفوه مره واحده صافي، وغادي نردوه للكسرونه يغلي، وحنا كنحركو فيه حتى كيعقد. ملي كيعقد كناخذو ديك الجيلاتين كنكونو رطبناه في الماء يكون بارد، الماء تاخذو يبرد وكتعمل فيه ديك الجيلاتين، 4 ديال الاوراق ديال الجيلاتين. من بعد ملي كتشوفو مرطبو كنعصرو مزيان من الماء، ما خصناش نخليو الماء فيهم. ملي كنعصروهم كنضيفوهم على ديك البوري اللي كنكونو زولناه من العافيه، كنضيفوه وكنخليوه على اساس انه ما غاديش نخلطوه تمتم، لا نخليوه يشرب ديك السخانه باش ملي كيسخن ديك الجيلاتين راه كيذوب بسهوله. ايوه صافي. من بعد كندوزو كنطلعو لاكخان فخاش ديالنا، في الاول نطلعوها غير ميمونتي، ما نطلعوهاش بزاف، نطلعوها بشويه. من بعد كنبداو نضيفو لها ديك البوري ديال المونغ وحنا كنطربوها. صافي، ملي كتطلع لنا ديك لاكخان فخاش مع ديك هذا، كنكونو حصلنا على الموس ديال المونغ ولا ديال الفاكهه اللي متوفره عندكم. صافي، من بعد كناخذو ديك صابلي بغوطون اللي طيبناه، كناخذوه كنزولوه من كنديمولوه من لي سيركل ديالنا، كنجيبو ديك الموس ديال المونغ ديالنا ولا الفاكهه كنعملوه في جيب الحلواني. كيكون عندنا راس يكون مسنن على شكل وريضات ولا دائري اللي بغيتو. صافي، من بعد كنبداو نخرجو على شكل وريضات بحال هكا من فوق ديك لي صابلي، وكنزينوه باللي كيتباعو ديك لي شوكولا في اللون ديال الفاكهه اللي بغيتو، كيجيو صغارين.
وكنزينوه بالفاكهه اللي بغيتو. يعطيك الصحة ربي يخليك. تبارك الله عليك، مشكورة يعني كتجي ممتازة سواء على شكل طرطة ولا فرديين كذلك. كيجي حتى الشكل ديالك كتجي فعلا كتجي منادر، شي حاجة جميلة. حتى ديك الصابلي كيجي أبر على لي صابلي الصابلي اللي كنديرو، الصابلي ديال العاديين واللي كنصاوبو، هذا كيجي شي حاجة لذيذة بزاف. كنتمنى أنكم تجربوها. أكيد إن شاء الله.